بقول لك ايه، الدريس تحفه. ميرسي سانكيو. مش قلت لك هيعجبه؟ ذوقي. ربنا يخليك لي يا اخويا وما يحرمنيش منك، تعيش وتجيب لي. طب انت ما بتاكليش ليه؟ ها؟ اه ماني باكل اهو، ماني باكل. لا لا استنى. تحفه مش ممكن. امجد. حسام. اهلا بيك. ازيك؟ ايه الصدفه دي؟ بقالي كتير ما شفتكش. وحشني والله. اتفضل. منار خطيبتي. اهلا اهلا وسهلا. عمر اخوها واعز اصدقائي. اهلا وسهلا. كمان هو اللي ماسك السوشيال ميديا. اتفضل. تاكل ايه؟ ده انا ممكن اشرب عصير. اهو اتفضل، لسه جايبين. ايه شكرا لحضرتك. اتفضل. متهيألي شفت حضرتك قبل كده؟ لا انا ما بتهيأليش. هو انت مش خريجه الاي سي؟ هو الولد ده بيجر معايا في الكلام ليه؟ هو انتوا جايبينه لي ولا ايه؟ رد عليه عيب. لما يقول البتاع اللي قالها دي ترد انت، رد. اه هي خريجه اي سي بزنس. الله يرحمها كانت نبيله. بتقولي حاجه؟ ها؟ لا ما بقولش. باذنكم انا بس هرد على التليفون. ايه؟ رد واجي بسرعه. انا افتكرت انا شفتك في اسكندريه، بس فين في اسكندريه؟ لا ما بيتهيأليش. انا اصلي ما بتوش عن زباني عسليه. المنار كانت بتروح لواحده غلبانه يعني بتعطف عليها. الله يرحمها، رمت روحها قدام القطر. واني من ساعتها على الحال ده. بس انا هاخد الدواء واتعالج وارجع منار. ولا انت ايه رايك يا سعاده الدكتور؟ مش انت برضك دكتور نفساني وهم عاملين الحوار ده كله عشان يقعدوك معايا؟ انا اصل الافلام دي ما بتدخلش عليا، اصلك داخل وحافظ. انا عندي ليكوا خبر تحفه. خير؟ خير. بكره ان شاء الله في النيابه هتستلمي الباسبور بتاعك والموبايل وكل حاجه. والفيلا بتاعتي؟ هتستلميها؟ طب استأذن اروح الحمام لحد انتوا كده ما تشوفوا مع بعض يعني مين جاي مع مين. بالاذن يا عسليه. ايه رايك يا دكتور؟ ده نوع من الاضطراب العقلي بينتج عن صدمه قويه الانسان ما بيقدرش يستحملها. بس معقوله لدرجه انها تتخيل حياه تانية خالص؟ افضل وابرع من اي ممثل في العالم. الحاله دي اسمها اضطراب تعدد الشخصيه، ودي بتطول معانا في العلاج شويه. ايه رايح فين؟ روح شوف شغلك، ما تقلقش عليا، ما تخافش ده بيتي. يلا. اوكي زي ما تحبي. اتفضلي. حاجتك كلها اهي. ده الباسبور بتاعك. ماشي. عايزة حاجة؟ لا. ماشي. مع السلامة يا عسلية. باي. باي يا اخويا باي.